أهلا بيكم أبطال ثانوية عامة في منهج الجديد 2021-2022، وإن شاء الله على قناة اليوتيوب بتاعتنا كلام إنجليزي هنقدم إن شاء الله المنهج كله من كتاب المعاصر. هنشرح إن شاء الله منهجنا السنة دي من كتاب المعاصر كلمة بكلمة. هنشرح المنهج الأساسي vocabulary وجرامر كلمات وقواعد، بلس كمان هنشرح الكتيب كمان اللي نزل مع المنهج الأساسي واللي هو طبعا بيتكلم على reading skills وكمان writing وكمان part translation. إن شاء الله تستفيدوا من الفيديوهات كويس، تابعونا إن شاء الله لأن الفيديوهات بتاعتنا هتبقى عبارة عن فيديوهات مسلسلة حلقة ورا حلقة فيديو ورا فيديو لحد إن شاء الله ما ربنا يكرم ونجيب أعلى الدرجات. ما تفوتش الفرصة وتابعنا على طول. أهلا بيكم أبطال ثانوية عامة في فيديو جديد، وده الفيديو رقم 11 نمبر 11. طبعا في الفيديوهات اللي قبل كده اتكلمنا على المهارة الأولى أو الجزء الأولاني Part 1 اللي بيتكلم على Reading Skill اللي هو يخص Comprehension، وطبعا خدنا الفيديوهات دي كلها على المهارة اللي هي تخص Reading اللي هي Comprehension، وبعد كده بدأنا في البارت التاني اللي هو Writing Skill مهارات الكتابة. طبعا احنا اتكلمنا ان مهارة الكتابة كان من اول الحاجات اللي قلنا عليها اللي هي البنكتشويشن. بنكتشويشن اللي هي علامات الترقيم، وطبعا في البنكتشويشن اللي هو الكابيتاليزيشن اللي هو ازاي اعمل الحرف بتاع الكلمة كابيتال، ازاي ابتدي الكلمة بكابيتال لتر. ايه هي الحالات؟ كانوا 25 حالة، تقدروا يا شباب ترجعوا لهم في الفيديو العاشر. طيب النهاردة ان شاء الله هنتكلم على حاجة اسمها الأبوستروفي، والأبوستروفي دي من نقطة اسمها punctuation within sentence اللي هي علامات الترقيم داخل الجملة. علامات الترقيم داخل الجملة زي ما انتوا شايفين كده على الشاشة، اول حاجة الأبوستروفي اللي هي الفصلة العليا اللي اتكلمنا عليها المرة اللي فاتت، نمبر 2 الكوما الفصلة السفلى، نمبر 3 الكولن النقطتين، نمبر 4 السيمي كولن اللي هي الفصلة المنقوطة او النقطة اللي تحتها فصلة، نمبر 5 قلنا الهايفن والداش اللي هي الوصلات، في وصلة صغيرة ووصلة كبيرة، وقلنا نمبر 6 سلاش الشرطة المايلة طبعا، وحاجة اسمها اليبسس اللي هي علامة القطع. تمام، دول سبع حاجات في نمبر 2 اللي هي punctuation within sentence. المرة اللي فاتت خدنا ايه يا شباب؟ capitalization. المرة دي هنتكلم في كذا حاجة كده او في كذا نقطة، والنهاردة تحديدا في الفيديو ده هنتكلم على الأبوستروفي اللي هي الفصلة العليا اللي هي بتبقى الفصلة اللي فوق. لو بصيتوا عندكم كده في الشاشة هتلاقوا ان انتوا عندكم سبع حالات للفصلة العليا. امتى استخدم الأبوستروفي يا شباب؟ نمبر 1 او الحالة الاولى في النفي المختصر لبعض الافعال المساعدة والناقصة. يعني انا مثلا لو عندي كلمة زي او verb to be زي are not، دول كلمتين على بعض، فانا are not دي لما اجي اعملها اختصار هقول ايه؟ aren't. مظبوط، في الحالة دي انت بتكتب are عادية خالص، وبعد كده not اللي هي not هتبقى n apostrophe t. الapostrophe هنا يا شباب حلت محل الايه؟ مكان الاو. زيها برضو does not هتبقى ايه؟ doesn't. مظبوط، هتبقى بدل not هتبقى الابوستروفي. تمام، انا بقول ابوستروفي يعني الفاصله من فوق مش من تحت، عشان لحد دلوقتي لسه في ناس تتلخبط يا شباب في الكلام ده. will not، won't طبعا زي ما انتم عارفين will لوحدها ونوت لوحدها، ولما اجي احطهم مع بعض في المختصر تبقى want، حاجه اسمها contraction يعني اللي هو الاختصار ده w o n apostrophe t. دي كانت الحالة الأولى في الأبوستروفي. طيب الحالة الثانية في اختصارات الضمائر مع بعض الأفعال.
يعني مثلا I am، أنا أكون، هتبقى I am، I apostrophe am، كلنا عارفينها، بدل الـ A هتبقى apostrophe. مظبوط. طيب we have برضو بالاختصار بتاعها هيبقى we've، أو الـ contraction بتاعها we've. we عادي جدا معناها إحنا، وبدل have نمتلك أو عندنا هتبقى apostrophe ve، يعني انا شلت ال ha وبقى الاختصار apostrophe ve، وساعات نقولها we have او ممكن نقولها with. تمام. كمان example there is، there و is الاثنين كاملين، برضو ممكن يبقى المختصر بتاعها there is، there وبدل ال i حط apostrophe وبعد كده ايه الاس. ودي كانت الحالة التانية في الابوستروفي. نخش يا شباب على الحالة التالتة. في apostrophe s الملكية، إذا كان الاسم المفرد أو الجمع الذي لا ينتهي بالاس، يعني أنا مثلا عايز أقول كتاب الطالب بالإنجليش هقولها إيه؟ The student's book. student هنا معناها طالب، وبوك معناها كتاب، وأنا عايز أقول كتاب الطالب ده أو الكتاب ده ملك للطالب ده، يبقى the students apostrophe s. صح كده؟ the children's rooms، أنت هنا بتقول حجرات أو غرف الأطفال، children أطفال، فهحط apostrophe s عشان تقول إن اللي جاي بعدها ملك للي قبلها، يبقى دي غرف الأطفال. صح؟ كمان واحدة men's clothes، زي ما أنت شايف men's هنا رجال، وطبعا حطينا الابوستروفي اس عشان نقول ان كلوذس اللبس اللي بعديها دي ده لبس الرجال. صح كده؟ يبقى مملوك للاسم الاول، دي اللي هي اسمها possessive، يعني ملكية possessive زي ما انتم عارفين. الحالة الرابعة للتعبير عن الملكية بعد اس في نهاية الجمع، يعني مثلا انا دلوقتي كنت بقول في الاكزامبل اللي فوق the student's book، وكنت حاطط apostrophe s بعد كلمة student، فانت من هنا تفهم ان ده كتاب الطالب. انما لما اقول the student's books، تمام، وحطيت apostrophe بعد الاس في student، معناها students هنا معناها تلاميذ او طلبة، ده جمع، والapostrophe دي وبعد كده books، فانا بقول لك ان books دي مملوكة للطلبة، فتبقى ترجمتها كتب الطلبة. الاولانية the student's book، كتاب الطالب، شرط ان الابوستروفي اس بعد الايه؟ بعد كلمة student، كلمة واحدة، يعني هنا كتاب الطالب. لكن لما اقول the students books، هي نفس نطق students اللي فوق، بس الفرق ان الاس الاول وبعد كده الابوستروفي، يبقى ده كده معناه ان دي كتب الطلبة للجمع، يعني الاكتر من طالب. طيب يا مستر، اذا كان بعض كتب القواعد بتقول ان الاسم المفرد اللي بينتهي باس او اس اس او اكس، ممكن ان احنا نحط الابوستروفي بس، او ممكن ان احنا نحط ابوستروفي اس. يعني الاسم اللي بينتهي باس وضعه بالنسبه لي هحط له ابوستروفي ولا ما احطلوش عشان يقول ان الحاجه اللي بعده ملكه؟ لا مفيش مشكله، قال لك ينفع الاثنين. في الانجليش بوكس، في الكتب الانجليش بيكتبوا النوعين دول. يعني مثلا ولد اسمه جيمس، وانا عايز اقول فرح جيمس او حفل زفاف جيمس، فانا اقول جيمس ويدنج، برضو مفيش مشكله. بس هل جيمس اللي اخرها اس دي هحط الابوستروفي بعديها بس، ولا هحط الابوستروفي بعديها واحط اس كانها زي اسم تاني ملكيه؟ قال لي لا، الاثنين ينفعوا، هتحط الابوستروفي بعد الاس لوحده صح، وهتحط الابوستروفي واس كمان برضه صح، مفيش مشكله. فتبقى جيمس ويدنج، جيمس ويدنج، هي هياها، بس مره ابوستروفي بعد الاس بس، ومره ابوستروفي طبعا بعد الاس بس هضيف عليها اس. زي ما انت ما بتقول مثلا مايكلز بوك، احمد كات، مونز دوغ، وهكذا. برضو اكزامبل تاني ذا كلاس ورك، شغل الفصل، طبعا كلاس اخرها اس اس، فبالتالي هحط ابوستروفي صح لوحدها ماشي، يا اما اقول ذا كلاس ورك واحط الابوستروفي واحط بعديها اس، برضو مفيش مشكله. الحاله الخامسه كيس نمبر 5 بتقول ان في حاجه اسمها جمع الاعداد الحسابيه، الاعداد المكتوبه كارقام. بمعنى ايه يا اولاد؟
لو انا في دلوقتي حاجة اسمها thousands of dollars، الاف الدولارات، فممكن يبقى ليها صيغة تاني فيها apostrophe s؟ فانا هقول كده ايه، thousands of dollars، شكلها زي ما انتوا شايفين كده في الكتاب، thousands of dollars مكتوبة مفيش مشكلة. طب بالديجيتس او بالنمبرز بقى بالارقام هتبقى مكتوبة ازاي؟ thousands of dollars برضو هتبقى thousand عادية، وبعد كده هحط apostrophe s، وبعد كده of dollars او of books او اي حاجة من اللي احنا عايزين نقولها من النونز الاسماء. طيب هنا نفسر، لما بقول thousands of dollars معناها ايه؟ آلاف الكتب. لما اجي اترجمها بالانجلش ما ينفعش اقول thousand dollar بس او thousand books بس، هقول thousands تبقى thousand وبعد كده apostrophe s وبعد كده اقول of dollars. طيب بالنسبه بعد كده لاكزامبل تاني، tens of people، عشرات الناس، هل ليها طريقه تانيه؟ تمام، tens of people برضو بس ten apostrophe s وبعد كده of people. لكن لاحظ يا شباب ان التعبير عن حقبة تكون من 10 سنوات لا نستخدم ابوستروفي. ازاي؟ لو انا عايز اقول مثلا انا اتولدت في الثمانينات فهقول I was born in 1983، ده 1983 رقم محدد. لو عايز اقول في الثمانينات، عايز اقول في السبعينات، في الستينات، فهقول ايه؟ the 1990s، the 1970s، هتتقال كده وتتكتب 1990 عليها اس على طول او 1970 وعليها اس على طول، بس خلي بالك ان مفيش ابوستروفي اس، مستحيل تخش الابوستروفي في فكرة ان انا بتكلم على فترة السبعينات الثمانينات التسعينات، تبقى 1990s على طول من غير ابوستروفي. نوصل مع بعض يا شباب للحالة اللي قبل الاخيرة، الكيس نمبر 6، بتقول في جمع الحروف. ازاي؟ لو انا دلوقتي في كلمة عندي اسمها responsibility معناها مسؤولية، الكلمة دي طبعا فيها ايز كتير قوي، اي اكتر من حرف او اكتر من letter اي موجود في الكلمة، وانا عايز اسألك بالانجلش كم عدد حروف الاي اللي موجودة في كلمة responsibility؟ فالشكل الصح اللي انا هكتبه كجرامر وستركتشر هكتب كده How many eyes are there in the word responsibility؟ يمكن لما تسمعها تسمع eyes دي معناها عيون، طبعا لما تيجي تكتب هتبقى مكتوبة كده How many eyes، I الحرف اللي أنا بسأل عليه ده، وأحط apostrophe s طبعا علشان خاطر هنا أنا بقول إن الملكية دي الحرف الإيه؟ لحرف الآي. How many eyes are there in the word responsibility؟ نوصل مع بعض يا شباب في الفيديو النهاردة رقم 11 بتاعنا للحالة السابعة في الأبوستروفي الفصلة العليا. في حالة إن أكثر من شخص يخصهم نفس الشيء نستخدم أبوستروفي إس في نهاية اسم الشخص الأخير بس. يعني مثلا I went to سما كما أحمد and Dana's house. هنا معنى الجملة إيه؟ أنا رحت، شوف الأسامي اللي جاية دي، سما وأحمد وهدينة وفي الآخر في بيت. طب يا مستر أنا ما شفتش غير الأبوستروفي إس الملكية مع هدينة بس، يعني معنى كده أنا رحت لسما وأحمد وبيت هدينة؟ أنا مش فاهم برضه أقولها إزاي. لا هنا ببساطة طالما شفت الأبوستروفي إس مع آخر اسم بس معناها أنا رحت البيت اللي فيه هدينة وأحمد وسما، يعني الثلاث أفراد دول يا شباب في نفس المكان، بس احنا عملنا أبوستروفي إس للاسم الأخراني علشان يشمل الأسامي إيه؟ الأولانيين. سما أحمد أند هدينة's house، بيت اللي فيه هدينة بس، لا في هدينة وأحمد وسما. في المثال السابق بنفهم إن سما وأحمد وهدينة بيعيشوا في نفس الإيه؟ البيت زي ما شرحنا. إنما في حالة تانية إن أنا ممكن أستخدم فيها أكثر من شخص ويبقى فيه أبوستروفي إس. يعني بص كده للجملة التانية بتقول إيه؟ I went to سما's كما أحمد's and هدينة's house. I went to سما أبوستروفي إس. وبعد كده احمد ابوستروفي اس وبعد كده هدينة ابوستروفي اس
كل ده معناه ان انا رحت البيت اللي فيه هدينة واحمد وسما؟ مستحيل. انا هنا معناها ان انا رحت لبيت هدينة وبيت احمد وبيت سما. يعني المرة الاولى انا كنت رحت البيت فيه 3 اشخاص، المرة التانية انا رحت لتلات بيوت لتلات اشخاص مختلفين. وبكده يا شباب وصلنا لنهاية الفيديو، وده كان شرح كده مفصل ل7 حالات اللي يخصوا الأبوستو في الفصلة العليا. إن شاء الله أقابلكم في الفيديو الجاي. Thank you so much. See you next time.